مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة دكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق. دكتور أحمد بتنورنا دايما. أهلا بحضرتك. يسعدني ويشرفني. شكرا بحضرتك. شكرا. هنبتدي جولتنا النهاردة بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في اجتماع عقده أمس مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الطاقة المتجددة، وعدد من المسؤولين بالدولة. أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. فيما التقى الدكتور مصطفى مدبولي أمس ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، على هامش مراسم توسيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات. دكتور أحمد، اجتماعين مهمين، يعني اجتماع الأول بتكلم على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكان هذا الاجتماع بيحضر فيه دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والاجتماع الآخر كان مع رئيس شركة أكوا باور السعودية، تم تحديد الأرض وطاقة الرياح. ده الاجتماعين دول بدون دلالة أنه مصر تسعى جاهدة وبخطة ثابتة وسريعة نحو التوجه للطاقة. شايف هذا التوجه الدولة بهذا الشكل وبهذه السرعة أيضا؟ هو الحقيقة التوجه الاقتصاد الأخضر بشكل عام هو اتجاه عالمي، وخصوصا في كوب 27 في شرم الشيخ كان أحد الدوافع الرئيسية لتوجه العالم كله نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأضرار البيئية وانبعاثات الكربون وإلى آخره. وده اتجاه ممكن نقول ان هو حميد. ليه؟ لان الاقتصاد الاخضر يعني بتتكلم على تنميه مستدامه، بتراعي حق الاجيال، بتقلل التلوث، بتحافظ على الموارد، وبتستغل الموارد اللي عندك افضل استخدام ممكن. الاقتصاد الاخضر في الحقيقه هو اقتصاد بيعني انك انت بتقلل التلوث، بيتضمن دايما توجهين، يا اما انك انت بتعمل مشروعات جديده، وهي المشروعات الجديده بتعتمد على مصادر الطاقه المتجدده اللي هي زي طاقه الرياح، زي مشروع محطه الكهرباء اللي بنتكلم فيه دلوقتي، الطاقه الشمسيه الى اخره. الحاجه الثانيه الجديده في هذا الموضوع هو مساله الهيدروجين الاخضر، وانه في مشروع وانه في تنافس دولي خصوصا في المنطقه عندنا على انتاج الهيدروجين الاخضر، والسعوديه هي الاولى عالميا وعربيا في انتاج الهيدروجين الاخضر والهيدروجين لانه بيستخدم في مجالات متعدده، والبعض شايف ان هو هيبقى بديل للغاز الطبيعي، وبيخش في انتاج في تكرير البترول والى اخره. لكن الهيدروجين تكلفته عاليه جدا، تكلفة إنتاجه عالية جدا، وبيحتاج التخزين لدرجة حرارة 256 تحت الصفر، يعني صفر المطلق، وضغط 700 ضغط جوي، وبيكلف كيلو واحد 7 كيلو، ده تخزين $7، ده تخزين فقط. فممكن نتكلم شوية في الهيدروجين الأخضر بشكل له سلبيات وله إيجابيات، لكن الاقتصاد الأخضر اقتصاد له إيجابيات ضخمة جدا، بيتيح استثمارات كتيرة، العالم كله بيشجع عليه، فبالتالي إنك أنت إحنا عندنا مواردنا من الطاقة الشمسية، وإحنا في منطقة أعلى مركز سطوع شمسي في العالم كله في مصر، فبالتالي إمكانيات ضخمة إنك تستفيد منها. شركة أكوا بارك مش ده أول مشروع ليها، ده يمكن رابع مشروع في مصر لطاقة الرياح، وشغاله من 2015 وعامله شغل كويس جدا، والمشروع ده في حد ذاته دي البدايه اللي هي 10 جيجا وات، انما بعد كده ده هيوفر معانا سنويا 5 مليار دولار غاز طبيعي، يعني وقتين الكهرباء بتعادل 5 مليار دولار غاز طبيعي، فهيبقى مساله مفيده. الرساله اللي بعتها لهذا اللقاء، قبل الرساله دكتور احمد، يعني انا وقفت عند شركه أكوا باور لسبب واحد، مشروع طاقة رياح
بمنطقة غرب سوهاج. أنا بتكلم بقى على الصعيد، يعني أنا وقفت عند سوهاج. الحس الصحفي هايل عندك، لأنه مسألة الصعيد هي دي بالزبط. أنا ما تنبهتش ليها، والله أشكرك للتنبه ليها. أنا اللي عجبني ولفت نظري حاجتين في هذا الموضوع، الثالثة اللي حضرتك قلت عليها. أول حاجة إنه دون رسالة إن في استثمار أجنبي موجود وبيشتغل واشتغل أوريدي وبيتوسع، يعني مسألة الـ ما يقال عن عقبات وقيود أمام الاستثمار الأجنبي وإلى آخره، واضح إن إحنا بنعمل على تذليلها بدليل استثمار عربي كمان واستثمار عربي وسعودي، نعم. بدليل هو بيتوسع في نعم. ده حاجة. الحاجة الثانية إنه في مجال الطاقة المتجددة مصر عندها موارد هائلة جدا إنها تستخدم في هذا المجال. الرسالة الثالثة والأهم من كده هو الصعيد. الصعيد عانى من سنين أنا من الصعيد، الصعيد عانى سنين طويلة جدا من التجاهل، التخلف، التنمية، حاجات كتير قوي. فبالتالي كون إن يبقى في عندنا توجهات لمشروعات في الصعيد وإلى آخره، هو طبعا الموقع فرض إن هو ده الموقع لأنه هو في موارد رياح وطاقة شمسية وإلى آخره. فالصعيد عنده من الخيرات ومن الموارد ضخمة جدا اللي بيقول لنا لازم نستفيد منها ونستثمرها ونستغلها بشكل كويس صحيح. جدا، وده توجه محمود في الحقيقة والواحد لازم يشيد بيه. طيب أنتقل لخبر آخر، حيث تستعد وزارة العمل لإطلاق حملة إعلامية لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك لتعزيز قدرة المؤسسات المصرية وتبادل المعرفة والخبرة من أجل إدارة مناسبة للهجرة. موضوع الهجرة غير الشرعية ده فارض نفسه بشكل كبير هذه الأيام، لأن هناك هجرة غير شرعية نتيجة لما يحدث في المنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة الاقتصادية، مع أن اللي بيهاجر هجرة غير شرعية لازم يعرف أنه رايح لأماكن برضو ظروفها مش مناسبة قوي، يعني مش بذات الجودة اللي هو متخيلها يعني. لكن خليني أقول أنه مصر تصدت للهجرة غير الشرعية. المشكلة اللي موجودة دلوقتي عندنا هنا في مصر، ودي لازم نتكلم فيها، أن الهجرة غير الشرعية هو مش هجرة غير شرعية من مصر، هو بيروح بلد تانية ومنها بيركب مراكب هجرة غير شرعية. يعني هي مش طالعة من مصر، فهو انت هتحكم ده ازاي انه هو واحد مسافر لبلد اخرى مجاورة مثلا؟ طيب هتحكم ده ازاي؟ ما هو مش مهاجر من مصر هجرة شرعية، لان السلطات فرض قواعد ومنع حلو. القصة دي بشكل يعني كويس، هو لكن مش طالع هو من مصري عندي. لكن هو في الهيئة مصري، والنهاردة الإحصاءات بتقول ان نسبة كبيرة من الهجرة الشرعية اللي بيتم في المراكب سواء يتم انقاذهم او الى اخره هم مصريين. لكن الموضوع ده فرض نفسه ليه؟ فرض نفسه لأسباب اقتصادية بشكل رئيسي وأسباب ديموغرافية برضو، يعني السكان، تركيب السكان. بمعنى أوروبا بتعاني من العجز أو كبر السن إذا جاز التعبير، وبتعاني من نقص في مجال القوى العاملة الشابة في مجالات كتيرة جدا. هو الحقيقة يعني أنا لازم أقول الحقيقة، هو هيروح هناك هيشتغل مش هيشتغل؟ آه هيشتغل. هل هيشتغل في ظروف ممكن اقتصادية أحسن من اللي هو موجود فيها؟ آه هيشتغل ممكن في ظروف اقتصادية أحسن من موجود فيها. فبالتالي هي المسألة هي هنا التعامل معها لازم يبقى على 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 عدة مسارات. المسار الأول زي ما عملت تونس، تونس لسه كان رئيس تونس استقبل رئيس الوزراء الإيطالية ومنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وقعت اتفاقيات علشان تنظيم ده، وفي أموالها يتم ضخها علشان منع، مش بس منع الهجرة، ووجود ظروف ملائمة تمنع الهجرة. فبالتالي أنت محتاج أنك تشتغل في هذا الاتجاه، أنك تعمل اتفاقيات دولية. أنت مصر حتى الآن الحمد لله مش مصدر هجرة مباشر، مش مواني، مع أن في يعني استثناءات بسيطة، لكن مش مصدر هجرة من دمياط مثلا ولا من راس ولا 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 إلى آخره، زي كفر الشيخ نعم. مثلا مش عايز اذكر مناطق معينه لانها حالات فرديه، لكن جنبنا ليبيا، بيطلع ليبيا وبيطلع من هناك، والدنيا هناك مساله فلوس وبيروح. المستوى الثاني هو مستوى مش بس توعيه، ومساله احتضان الشباب اللي موجوده عندنا، ودي مساله صعبه ومحتاجه وقت طويل ومحتاجه جهد، انك لان هو في النهايه انت لو وفرت له مناخ في فرص عمل وفي استثمارات وفي الى اخره، طب ايه اللي يخليه يفكر ويضحي
فهنا التوعية مهمة جدا، التوعية مهمة لأنه لازم يبين قد إيه بيفقد حياته في هذا الموضوع، قد إيه بيتعرض للنصب، قد إيه بيسافر ليبيا ويدفع فلوس ويدفن في ليبيا، أنا آسف إني بقول كده لكن دي حقائق بتحصل يعني. بيسافر هناك بيتحط في معسكرات زي الاعتقال، يا إما بيرحل يا إما يعني فرص اللي بينجو من القصة دي ويلاقي فرص تعمل فرصة لا تستحق انه يخاطر بحياته ويسيب ولاده وان بلده محتاجة له. احنا في الحقيقة القضية دي قضية مهمة، احنا في الحقيقة احنا بنعاني منها ليه؟ لانها استنزاف لموارد بشرية، ما هو البشر اللي بيروح عندك دي طاقة بشرية مفيدة في الاقتصاد، فانت محتاج حملة توعية ضخمة، محتاج انك تسهل فرص العمل الموجودة، محتاج يعني الدولة ماشية في هذا الاتجاه، تعزيز التنمية الى اخره، دي مسألة مهمة جدا بالإضافة إلى التنسيق الدولي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإن إحنا لازم ننسق ولازم الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن إحنا مش زي الرئيس التونسي قال إحنا مش حارس بوابة هنمنع واقفين على الحدود عشان نمنع ناس إنها تروح ليكم، لكن إديني أنا القدرات اللي تخلي أقدر أقنع الناس دي إنها لا أقعد في بلدك وهتلاقي فرص أفضل. فده مسألة مهمة، مهم إن هو ننشر الوعي بده، مهم إن إحنا نتحرك اقتصاديا بده، مهم ان احنا نبين المخاطر للناس، مهم ان يبقى في تنسيق اقليمي، ومهم ان احنا نقول للناس اهم حاجه روحك مهمه، روح الانسان المصري غاليه عندنا واحنا لازم نحافظ عليها ومفيش داعي لهذه المخاطره. ودي مساله هو في حاله تحدي كبير ومتعدد، لكن محتاج ان احنا نعمل عليه باستمرار وبدأب علشان مواجهه تقليل الاخطار بتاعه. صحيح، لا هو يعني حتى يعني انا شفت خبر ان الرئيس قيس سعيد انه اغلب اللي موجودين كانوا في هجره غير شرعيه ودوهم في مكان في الصحراء بجانب ليبيا بجانب الحدود الليبيه، يعني هو خلاص بيحصروهم في مكان معين، يعني ما بقاش ما بقول لحضرتك هو المخاطر ضخمه جدا. الدول النهارده اليونان احنا بنقرا تقارير صحفيه كتيره على انه في اغراق متعمد من لبعض مراكب الهجره الشرعيه، في ان في عدم اهتمام باكتراس بارواح المهاجرين دول، شايفين ان هم عبء، واليونان بالذات دوله بتعاني مشاكل اقتصاديه، لكن هو في النهايه اللي بيسافر مسافر على انه عنده امل ان هو هيواجه المخاطر البحر والسلطات والى اخره وهيلاقي فرصه عمل. لازم دي مسألة توعية بقى، هنا وعي وثقافة، إنه لا المخاطر أضخم بكتير من إنك دي مراهنة، من إنك تقامر بحياتك وفلوس، هتدفع فلوس ضخمة، الفلوس ده بيدفع 50,000 دولار عشان يسافر ليبيا ويطلع من هناك، ده 50,000 دولار دي يعني المبلغ الرهيب ده ممكن تخليك ده أنت لو حطيته هنا في مشروع هيبقى مفيد أكتر ليك، أنا أقصد إحنا محتاجين إن إحنا الفرص العمل الصغيره اللي هو الوظائف المحدوده احنا نشجعها ونشيل القيود من قدامها، وان احنا نوعي الناس بالمخاطر او حتى المشروعات الصغيره متناهيه الصغر، يعني مش لازم وظيفه، يمكن ممكن تبقى حاجه زي كده يعني. يعني انا شايف من خلال منبر حضرتك انه الوظائف متناهيه الصغر كل القيود الاداريه والتسجيل تتشامل قدامها، ده وسيله رئيسيه. معظم الناس اللي بيهاجروا لازم يكون معاه جزء من الفلوس يسافر بيه بيدفع بيه. لا لو لقى انه ما فيش معوقات قدام مشروعات متناهيه الصغر انها تتفتح وتستثمر واعفاء ضريبي والى اخره ونشتغل معاهم بالتوجيه والارشاد هتلاقي المساله دي تقل جدا. صحيح. طيب انتقل لخبر اخر، حيث احيت وزاره الخارجيه ومكتب منظمه الامم المتحده في مصر امس الذكرى السنوية 75 لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام باحتفالية رفيعة المستوى أقيمت بمقر الوزارة في قصر التحرير بالقاهرة، إعرابا عن التقدير المشترك للإسهامات الاستثنائية التي يسديها حفظة السلام المصريين للسلم والأمن الدوليين. وافتتح الاحتفالية السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية وسفراء عدد من الدول الأجنبية المعتمدة في مصر. ومثلث الاحتفالية مناسبة لتسليط الضوء على خدمات وتضحيات حفظة السلام من الرجال والنساء المصريين. وبدأت الاحتفالية بعرض كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلالها عن تقديره للمساهمات الاستثنائية التي يقدمها حفظة السلام للسلم والأمن الدوليين، كما عبر عن تضامنه مع عائلات وأصدقاء وزملاء حفظة السلام الراحلين. الاحتفالية دي بتقول لي حاجة واحدة، إن مصر ليها دور
كبير جدا في المشاركة في عمليات حفظ السلام في دول العالم، ويمكن احنا مشاركتنا كبيرة جدا تحديدا في أفريقيا. هي ده صحيح، مصر سادس دولة في العالم في المشاركة بقوات سواء من الشرطة أو الجيش في مهام حفظ السلام في العالم كله. مصر في النهارده حاليا واحنا بنتكلم قاعدين نتكلم مع بعض 2800 ضابط وشرطي وجندي مشاركين في عمليات سلام حفظ سلام نشطه في جنوب السودان، في الصحراء الغربيه، في مالي، في افريقيا الوسطى الى اخره. الميزه الرئيسيه يعني مثلا عندنا قوات حفظ السلام اللي موجوده في الصومال، في مشاكل راحت هناك، في راحت الصومال في مشاكل وهم اخر جندي بينسحب من هناك. القوات المصريه محل احترام وتقدير من جميع الدول اللي بتشارك فيها. الصورة الذهنية المصرية عند الدول الأفريقية، صور الدولة مصر مش داخلة تستغل، مش دولة داخلة تفرق بين عناصر الدولة زي ما حصل مع قوة حفظ السلام الأفريقية مثلا في الصومال. فبالتالي الجنود المصريين مرحب بهم خصوصا في أفريقيا. الجهد المصري جهد فعال وبيتسم بدرجة عالية من الانضباط وبيحقق أهداف فعلا الحفاظ على التنمية، بيساعدوا الناس، جهد مشكور جدا وفي الحقيقة يجب أن نشيد به. وهذه الاحتفالية بنشكر وزارة الخارجية على إقامتها عشان تنبه الناس أن احنا لينا جهود حفظ السلام خصوصا في أفريقيا، وده برضو بيدي رسالة تانية على حرص مصر على الدور المصري الأفريقي. نعم. الدور المصري الأفريقي في تزايد الفترة اللي فاتت، ده شيء محمود جدا وشيء كويس جدا، وأعتقد أنه مسألة لازم نشجعها. مؤشراتها كتيرة، يعني قمة دول جوار السودان اللي اتحقدت في القاهرة خطوة مهمة جدا وخطوة بتؤشر إلى مصر دخلت بثقلها لحل المشكلة. وأنا يمكن في لقاء سابق مع حضرتك قلت لك أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا اللي قادرة على انها تضع حد للنزاع الموجود في السودان. طيب. مش احنا مش هنتحل بين يوم وليله، لكن مصر عندها القدره. اول خطوه في القدره دي هو مؤتمر الجوار الافريقي. في حاجات تانية ممكن لما نتكلم في شهر نتكلم عنها، لكن احيي التحرك المصري الافريقي في الفتره الاخيره. يعني نيفر تو ليت، لكن انت عمرك موت متاخر، لانه مهم جدا هذا التحرك، عمق استراتيجي وامن واقتصاد وحاجات كتير قوي. طيب، بما انك ذكرت السودان خليني اروح للشأن السوداني. حيث كشف مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان مصطفى محمد ابراهيم امس انه من المتوقع ان يتم التوصل الى وقف شامل لاطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك برعاية سعودية أمريكية. وقال إبراهيم في تصريحات إعلامية له أمس: أتوقع أن يكون هناك اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم البدء بحوار وعملية سياسية شاملة لحل الأزمة من جذورها، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف: المفاوضات جارية حاليا برعاية سعودية أمريكية في جدة، والجيش أعلن استعداده للمفاوضات المباشرة مع الدعم السريع، ونحن أبلغناهم أنه بقدر استعدادنا للحرب نحن مستعدون للسلام. وأشار إبراهيم إلى أنه يتوقع أن يكون هناك تطور كبير وإيجابي على صعيد المفاوضات في الأيام القادمة. تصريحات مهمة وبتديني مؤشر أنه حدث تغيير في المنحنى اللي احنا كنا ماشيين بيه. انت شايف كده ولا شايف ان دي مخدر لتحرك اخر؟ والله بحيي اسئلتك، لانه الحقيقه يعني انا شايف انه ده يجب الحذر منه، هذا تصريح يجب الحذر منه، وقد يعني انه جهود اللي بتبذل اطراف كتيره من ضمنها مصر لا تحبط شويه، لانه احنا هنوصل اتفاق سلام. هو مين اللي قال هذه التصريحات؟ هو مستشار، يعني هو ليس ذو منصب تنفيذي، مش حميدتي مثلا هو اللي قال هذا الكلام. الحاجة الثانية، طيب هل نقدر نوصل للاتفاق دائم؟ طب نشوف التجارب السابقة، يعني السعودية وأمريكا استضافوا اجتماعات من شهور من أول اندلاع الأزمة. أقصى حاجة وصلوا لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة يوم ولا يتم الالتزام بها، أو لمدة أسبوع أو مع العيد كام يوم في العيد؟ كانوا 14 هدنة يا فندم وتم اختراقها. طب ده هايل. إذا مسألة إنه 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 إنك ما قدرتش تحافظ على هدن لمدة أيام وأسابيع، هتيجي تتكلم على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار؟ إحنا نتمنى. أنا فكرة بقول لك إيه، أنت عشان تاخد القرار بالتحرك أنت محتاج معطيات حقيقية. هذا الكلام ليس له أي محل من الإعراب وليس مؤشر لأي شيء. ليه؟ لأن في جيش في التصريحات في نفس السياق بيقول إيه؟ إحنا مستعدين للحرب زي ما مستعدين للسلام.
ده مش كلام حد داخل على مفاوضات توصل لإطلاق نار شامل. ليها وقف إطلاق النار شامل ليها شروط. وعايز أقول لحضرتك إن مصر هي التي تملك تحقيق هذه الشروط. أول هذه الشروط إن الطرفين يوصلوا لقناعة إن هم مش هيوصلوا بالحرب لأهدافهم. الطرفين حتى الآن بالقوة اللي موجودة وراهم، القوى الدولية الكبيرة اللي عمالة تمدهم بالسلاح وتمدهم بإلى آخره، حتى الآن ليها مصلحة في استمرار هذا الحرب. طب ليه؟ لأنه استمرار النزاع بيضعف السودان، بيضعف السودان وبيقلل السلطة اللي جاية اللي هتيجي. إذا كان السودان موحد، إذا بقى ما بقي من السودان موحدا، السلطة اللي جاية تبقى ضعيفة ومحتاجة محتاجة مدخلات مادية علشان تقدر تدعم مشاريع وإلى آخره، فهتضغط لرضوخ لشروط الأطراف الخارجية دي. استغلال موارد السودان من أغنى الدول بالموارد، مش عايز أتكلم عن الموارد الزراعية لأن برضه يبقى في أزمة في الموارد الزراعية الفترة الجاية، في بترول، في يورانيوم، في حاجة كتير قوي. إذا مسألة محتاجة الحذر في التعامل مع مثل هذه التصريحات. الحاجة التانية محتاجة إنها تدفع مصر أكتر إنها تتحرك. عايز أقول لحضرتك حاجة، مصر بتملك اتصالات جيدة مع الأطراف العسكرية في الأزمة. مصر بتملك بالقمة اللي عملتها عقدت اجتماع قمة وحضر الرؤساء وقادة الدول الجوار كلهم، وبالتالي احنا وصلنا لخطوة تنفيذية ان احنا نقلل الدعم الخارجي اللي جاي للأطراف دي اللي موجودة. يبقى التحرك على المستوى القوى المدنية، هو ده اللي ينقص التحرك المصري، وهو ده اللي محتاجينه الفترة الجاية. أمريكا بتتحرك في هذا، وجايبة حمدوك رجل بتاعها برضو، ووقعوا في الرياض يمكن من أسبوع أو حاجة، كان موجودين في مفاوضات مع بعض أطراف مدنية. لكن مصر تملك ما لا تملكه الآخرين، تملك الثقة. الطرف السوداني بجميع أطيافه حتى المختلف سياسيا مع مصر بيرى أنه مصر دولة ليس لها أطماع في السودان. وبحكم التاريخ مصر كانت دايما مع السودان الموحد، وكانت دايما مع مصالح السودانية، وبحكم الخطر المشترك احنا لنا مصالح واحدة في المية وإلى آخره، وفي تكامل موجود بين اتفاقيات أربع. مصر بتملك الأهم من كده، بتملك ثقة كبيرة عند قوى سياسية زي الحزب الاتحادي وقوى أخرى. هي بس إيه، محتاجين قرار مصري بالانفتاح على القوى السياسية المدنية اللي موجودة هناك والتنسيق معها. وانا اقول لحضرتك القاهره تملك انها تبقى مركز عاصمه لهذا التحرك، والقاهره تملك انها تقدر توجه، لانه من يعاني هو السودانيين والمصري هي الطرف الثاني. صحيح. دكتور احمد سمان مستشار رئيس الوزراء الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على قراءتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه في الصحف والمواقع اليوم. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله القاكم مع موجز الاخبار.